احيانا يعز المطلوب او يتسلط المرهوب، هنا يظهر حقيقة التعلق بالله. فبعض الناس إذا عز المطلوب يقل ويحجم عن الدعاء ظنا منه أن هذا لن يتحقق، وإذا تسلط المرهوب يحجم عن الدعاء ظنا منه أن هذا لن يرفع. من الذي يقدم على الدعاء؟ من حسن ظنه بالله. ما معنى حسن ظنه بالله؟ ليس كما يفهم بادي الرأي أن الله رحيم وتقف، هذا لا يكفي. حسن الظن بالله أولا أن تعلم أن الله يقدر، ثم تعلم أن الله يرحم، لكن في الأول لا بد أن تعلم أن الله يقدر، وإلا وأنت في حال بلاء حتى من يراك من بني آدم يرحمك. فليس الحال بينك وبينه أنه لا يرحمك، لكنه لا يقدر على نصرتك، لا يقدر على أن يرفع بلاءك. فحسن الظن بالله مفتاحه أن تعلم أن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. حتى تكون هذه الحقيقة في القلب راسخة، هذا ما يقرأ في كتب ولا يدرس في كليات ولا يعطى في محاضرات، هذا من القرآن. هو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف نشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. هذا مفتاح العبودية الأعظم، أن تعلم أن الله على كل شيء قدير. إذا هذا اليقين رسخ في القلب، أي هذا من الخلق حتى تبالي به، حتى تسأله، حتى تقف عند بابه؟ لا يوجد أحد. إذا غلب على ظنك بل ملئ قلبك يقينا أن الله وحده على كل شيء قدير، وقتها متى ما تسلط المرهوب أو متى عز المطلوب علمت أن الله جل وعلا يقدر على أن يدفع البلاء وعلى أن يتم النعماء وعلى أن يتفضل عليك.